أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة أن مشاركة الفريق الملكي في بطولة العالم للقدرة التي أقيمت في مدينة بيزا الإيطالية تجسد الرعاية والدعم الذي يليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لرياضة الفروسية في مملكتنا الغالية، والتي ساهمت في وصول الفريق إلى بطولة العالم وتأكيد هذه المكانة العالية للفروسية والتي حققت العديد من النجاحات طوال الفترة الماضية. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يؤكد ما تسير عليه رياضة الفروسية البحرينية وحرصهما على تحقيق الترويج لمملكتنا واستغلال المحافل الرياضية الكبرى بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، والتي تتطلب استغلال كافة الأحداث الرياضية الكبرى لإبراز اسم المملكة. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للجهود البارزة التي بذلها فرسان الفريق الملكي في بطولة العالم التي اختتمت في إيطاليا بمشاركة 80 فارسا وفارسة يمثلون 32 دولة من دول العالم، مبينا سموه أن الفريق حقق العديد من الأهداف في هذه المشاركة من أبرزها الترويج واستغلال الأحداث الرياضية الكبرى لإبراز اسم المملكة. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة تمكن الفريق الملكي من المنافسة بقوة على تحقيق أفضل النتائج في البطولة والاحتكاك مع أبطال العالم من الفرسان. وتابع سموه كما أود أن أشيد بجهود فرسان الفريق الملكي جعفر ميرزا ورائد محمود ومنال فخراوي وعبد الرحمن الزايد، حيث بذلوا جهودا بارزة في المنافسة القوية طوال المراحل. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن تقييم المشاركات من أساسيات العمل، وهناك تقارير سنطلع عليها تشمل كافة الأمور المتعلقة بهذه المشاركة. وتابع سموه لا شك أن هناك العديد من الأهداف التي تحققت في هذه البطولة، حيث إن جميع المشاركات لابد وأن تحقق أهدافا، ويتبقى هناك أهداف أخرى نتطلع لتحقيقها في المشاركات القادمة. وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة تركيزنا سينصب نحو المشاركات القادمة في بطولات العالم والسباقات الأوروبية وغيرها، والتي يأتي في مقدمتها بطولة وينسور القادمة. نتطلع لمواصلة تحقيق أهداف رؤية الفريق الطامح لتعزيز مكانة رياضة الفروسية البحرينية عبر المشاركات الخارجية، وسيكون هدفنا دائما تأكيد تواجدنا العالمي في كافة البطولات. هذا وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على لقاء الفرسان قبل انطلاق السباق بحضور المدرب أحمد جناحي، وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة دعمه الكامل للفريق قبل انطلاق السباق، كما حرص سموه على لقاء الفرسان بعد انتهاء كل مرحلة.